مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما عودناكم في برنامج السادسة دايماً الكرة العالمية لها نصيب طبعاً من حلقتنا اليومية. اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن الكرة الإنجليزية، عن الكرة الإيطالية، النهاردة هيبقى في كلام كتير عن الكرة الفرنسية مع الصحفي الفرنسي مسيو أرنو. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. مساء الخير جميعاً. خليني أسألك في البداية، هل أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية أثرت بشكل كبير على سوق الانتقالات الصيف ده في الكرة الفرنسية؟ نعم، كان هناك بعض الآثار، وبالتالي كانت المخاوف المتعلقة بالكورونا تأثرت على سوق التبادل للاعبين، وكانت هناك أيضا أموال أقل، كانت فقط مالي الحجم 449 مليون، وهو أقل بكثير من العام الماضي، وهو كان أعلى من 600 مليون. وطبعا كان أثر كورونا فيروس حول تمويل الموجه إلى النوادي والميركاتو عامة، أدى إلى صعوبة كبيرة للنوادي الفرنسية لاستثمار الأموال في لاعبين جدد، وكذلك كان هناك أقل من اللاعبين المعروضين للبيع، لأنه عامة ما يكون هناك لاعبين شباب فرنسيين الذين يذهبون للعب إلى الخارج، ولكن العام الحالي كان هناك عددا أقل، وكذلك كانت هناك بعض المشاكل بالنسبة للشراء، فبعض النوادي كانت ترغب في شراء أي ما هو متاح، ولكن هذا أدى تبعا إلى مشاكل على مستوى الملعب. طيب، كان في تقارير ايطاليه امبارح كانت بتتكلم عن اقتراب كريستيانو رونالدو من الانتقال لباريس سان جيرمان، عايزين نعرف صحه الانباء دي. قبل كل شيء، هناك ما يمكننا القول انه دوشه سوق، يعني دائما ما تحلم كل النوادي بالحصول على كريستيانو رونالدو، ولكن ما هو مؤكد هو ان البرتغالي لديه عقد يمتد الى عام 2022 لفريق اليوفنتوس، وبالتالي المدرب اليوم اندريا بيرلو الذي هو يعني وكريستيانو رونالدو على علاقة جيدة به، وهو سعيد بأن يكون يتدرب على يد المدرب الفرنسي، ولكن الصورة التي نراها الآن سواء في مستوى البيع والشراء هي أمورا يعني قد تتحمل أي احتمالات، إلا أن القرار النهائي والشيء المؤكد هو أن كريستيانو إن أراد هو أن يلعب للباريس سان جيرمان، فجميع النوادي ترغب في أن تضمه، ولكنه ما زال يلعب لفريقه حتى وإن كان الجميع يحلمون أو يرغبون أن يضمونه، وهو يلعب الآن بقوة في إيطاليا ولديه راتب قوي ويعتبر أحد أكبر اللاعبين في المسابقة، وبالتالي رجوعه إلى باريس فيما يخص أيضا أثار الكورونا يجب علينا أن نجمع بعضا من المال حتى نستعيده أو أن يلعب للفرق الفرنسية، وهو في هذه اللحظة بالتالي أقول أنه مجرد حلم. أكيد كل الأندية طبعا بتحلم بضم كريستيانو رونالدو. عايز أسألك، ليه فشلت صفقة انضمام الهولندي ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون لنادي برشلونة في الميركاتو، رغم أنه جميع كان بيرغب طبعا في إتمام الصفقة دي، جميع الأطراف؟ الكل كانوا متوافقون، ولكن ممفيس كان يريد أن يذهب ليلعب للبرشلونة، ولكن ليون كان متفقا على السعر معه، وإن كانت هناك فرقا يعني جهة أخرى أسبانية رفضت أن يقوم برشلونة بضم ممفيس ديباي، وذلك لأن الراتب كان أقصى من احتمال مما تحتمله ميزانية الفريق الكتالوني، وبالتالي هو الأمر الذي حال بين إتمام الصفقة، في حين أن 15 مليون يورو أعتقد أن كان صعب على برشلونة أن يدفعها، ولكن بالنسبة يعني من كان عليهم أن يتخلصوا منه حتى يتمكنوا من دفع مثل هذا الراتب، وهو الأمر الذي أيضا كان مشكلة لبرشلونة، وبالتالي الاختيار هنا كان للكوتش كوتش فريق برشلونة،
وهو الذي كان عليه أن يقوم بالاختيار عن من يمكن الاستعادة عنه ومن يمكن ضمه، ولكن الاهتمام هنا كان ما سيحدث في شهر يناير، والتنقلات التي تحدث في شهر يناير قد تؤثر على الميركاتو القادم، لأن ذلك قد يتأثر أيضا برغبته في الانضمام لفريق ليون. طيب، الصحافة الإسبانية بتتكلم عن تمسك ريال مدريد بضم الثنائي حسام عوار وكيليان مبابي لصفوف الفريق في فترة الانتقالات اللي جاية، يعني إيه حقيقة الخبر ده؟ نعم، كلنا في فرنسا نرى أن مبابي يحب ريال مدريد، وبالتالي ريال مدريد هو أيضا يحب هذا اللاعب، ونراه كأنه يرونه كأنه من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ولكن تزاوج هذه الإرادتان قد يحدث في أحد الأيام، ولكن هناك حالة الآن فيها تضارب بعض الشيء، وهو نفس يعني يمكنني الرجوع بالمثال إلى حالة كريستيانو رونالدو، وكذلك فيما يخص يعني ريال مدريد، أنا أعلم أنه سوف يسعى ويعمل كل ما في جهده في اتجاه ضم هذا اللاعب، ويمكنني الآن أن أنظر إلى ما حدث مع زين الدين زيدان فيما يخص أيضا ما حدث مع عوار، فعوار في أحد الأيام يمكنه أن يلعب هنا، وهو ما يعني أنه لاعب يهم زين الدين زيدان، ولكن ريال مدريد في يومنا هذا لديه أيضا كافة اللاعبين المهمين المتاحين لزين الدين زيدان، وبالتالي قد لا يكون له احتياج شديد اليوم، وبالتالي من المؤكد أنه إن كان متاح لليون، ولكن المحادثات التي تدور على مدار الشهر سوف تتزايد، وأنا متأكد من عوار في كلا الأحوال يمكنه أن ينضم إلى صفوف الريال مدريد أو الريال مدريد أو الأرسنال الذي أبدأ أيضا اهتمامه به. بشكرك جدا ميسيو أرنو، كنت معنا في برنامج السادسة، بشكرك جدا على معلومات كتير عن الكرة الفرنسية.